لكن وحياتك اكو شراق اكو حراميه اخطر من هذا اللي يطلع بالليل يشرق متاع. هذا منو اللي يجيك يشرق منك انسانيتك ومودتك؟ ها النمام، هذا النمام اللي يجي الى فلان يتملق من اجل مصلحه، يقول له انا تدري فلان اليوم ذكرك بشو وانا دافعت عنك، ويظهر هذا الى قضيه وياك، عنده شغل وياك، شبي ليش هالشكل يحكي عليك؟ ها والحال هذا اللي يجيب لك الحكي هو جاي يشتمك، مو ذاك جاي يشتمك، في الواقع هذا هو النمام، هذا شارق الموده من القلوب. ولذلك ذولا لهم عند الله عز وجل عذاب شديد، يعذب عذاب شديد، لان هذا جاي يشرق شيء اهم من المتاع. متاع سهله قضيته، خذ له ثوب، شرق له ثوب، شرق له سلعه، ممكن تعوض. لكن هذا اذا شرق الموده من القلوب، ايش راح يخلق؟ راح يخلق احن وعداوه وبغضاء وشحناء. هذا يعبث باخطر المقدسات. المفروض ان الموده والحب والعاطف ارادها الله لعباده، اراد الله عز وجل للعباد، للناس ان يأنس بعضهم بالبعض الاخر.